وينطلق الشوط السادس بحفظ من الله ورعايته. باسمه نبدا وعليه نتوكل ونطلب منه السداد والتوفيق والنجاح. نبدا مع الصداره ونبحر مع المقدمه لكي نرى هنا عناد راشد بن بطي بن محمد آل حسن المري يتواجد هنا على الصدارة وعلى المقدمة. أما ثاني المراكز وثاني التحديات يتواجد هنا متعب لمحمد بن راشد بن محمد الجفالي النعيمي يتواجد هنا على ثاني المراكز وثاني التحديات. بينما ثالث المراكز يأتي هنا مروي فيصل بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري يأتي هنا على ثالث المراكز. بينما رابع المراكز يأتي هنا مرسال عبد العزيز بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك يتواجد هنا على رابع المراكز. بينما خامس المراكز يأتي هنا لجاج عيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري يا سلام الله. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى ملك حيز على المركز الأول على ظهر مروي فيصل بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المرية على الصدارة وعلى المقدمة. ولكن نرى لجاج على ثاني المراكز يأتي بن طوار قادم عيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري. نرى الريان، وصل الريان، وصل الدوسري، وصل سلطان بن عبد الله بن غنيمة الدوس الدوسري. أما رابع المراكز الكوس بن نابت يصل على رابع المراكز. ولكن نعود إلى الريان يسجل الهاتريك هنا الدوسري في صباح هذا اليوم. سلام لخريب، سلام، تحيات واحترام لهذا الشعار سلطان بن عبد الله بن قريم الدوس الدوسري. اما ثاني المراكز اتى هنا لجاج عيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري. بينما ثالث المراكز ياتي هنا مروي فيصل بن سعيد محمد بن سعيد بن قحيز المري. اما رابع المراكز كان الوصول من قبل الكوس حمد بن سالم بن سعد النابت المري. اما خامس المراكز ياتي هنا شقران حمد بن علي بن راشد بن علي اللصم المري. تهانينا والف مبروك لصاحب الريان سلطان بن عبد الله بن غنيم الدوس الدوسري ويسجل الهاتريك في صباح هذا اليوم. والنقطه الثالثه تذهب الى الخريب. تهانينا والف مبروك. التوقيت الزمني 2:13 78 جزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لسلطان بن عبد الله بن قنيم الدوسري. اما ثاني المراكز اتى هنا لجاج وقطع هذه المسافة في 2:14:95 جزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لعيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري. بينما ثالث المراكز ياتي هنا مروي وقطع هذه المسافة في 2:15:39 جزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لفيصل بن سعيد محمد بن قحيز المري. تهانينا والف مبروك لجميع